يا ربي بقدرتك وبعزتك عجل بالنصر وبالفرج، اشتد أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلج. أحبابي في الله، خوتي المغاربة رجال ونساء، كنت دائما في المواقف الصعبة اللي مرت على هذه البلاد، كنت دائما رجال ونساء في هذه المواقف، والحمد لله هذا بل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أنه جاءنا هذا الابتلاء حتى احنا نكونوا دائما يعني على هذا العمل نقوم به، باش ما نكونوش يعني جاهلين هاد المواقف. راه الجهل كل داء وعار، عار علينا يسكن دار، الحرب وهاد الكورونا كل واحد يجلس في الدار. يا اخواني نجلسوا في الدار حتى تمر هاد البلاء باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.